أهلا بكم. من قال إن العراقيين لن يثوروا على الظلم؟ من قال إن العراقيين مغيبون عن الواقع؟ من قال إن الشباب العراقي لن ينتفض أو يثور؟ من قال إن الشباب العراقي لا يمتلك الوعي الكامل للمطالبة بحقه؟ فليشاهد التظاهرات في بغداد والبصرة وواسط وذي قار وميسان وفي مدن العراق. أليس المتظاهرون يتصدون بصدورهم الرصاص الحي ليقولوا لا للفساد ولا للعملية السياسية ولا للمحاصصة؟ أليس المتظاهرون مستمرين بتظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي؟ ألم يخرج الشباب العراقي بتظاهرات سلمية وبشعارات وطنية ومشروعة؟ فلماذا تقمع الحكومة هذه التظاهرات السلمية؟ هل تخشى الحكومة من سقوطها بعد 16 سنة من الفشل والفساد والطائفية والخراب؟ أين الأحزاب والتيارات التي تدعي الإصلاح ومحاربة الفساد؟ لا نسمع لهم همسة. كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من صوتكم، والتي نخصصها لليوم الثالث على التوالي لتظاهرات انتفاضة تشرين. نتابع أبرز المستجدات على الساحة العراقية. فاصل ونعود إليكم. والشعب اختار طريقه ان تكون ثوره على الفاسدين. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول انتفاضة تشرين والتظاهرات في العراق المستمرة لليوم الثالث على التوالي على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وكذلك على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طبعا اليوم أكدت مصادر محلية في العراق عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ووقوع عمليات عنف تجاه متظاهرين آخرين قرب ساحة الخلاني، فيما سجلت تظاهرات في منطقة الشعلة وسبع البور شمالي بغداد. في الجنوب سجلت كربلاء دخولا جديدا على قائمة المدن المتظاهرة في الجنوب العراقي، إلى جانب استمرارها في مدن الديوانية والناصرية والرفاعي والكوت جنوب العراق. واليوم الثالث على التوالي تستخدم القوات الحكومية الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين. ما زالت العاصمة بغداد تشهد حظرا مشددا للتجوال، وصل إلى منع الانتقال مشيا من حي إلى حي آخر في بعض المناطق، مع تعطيل كامل لدوائر والمؤسسات والجامعات والمدارس، فيما أعلنت وزارة التربية تأجيل امتحانات الدور الثالث للطلاب المكملين إلى وقت آخر. دعونا نشاهد مقطعا مصورا انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لضرب القوات الحكومية للمتظاهرين بالرصاص الحي وبقوة في ساحة الخلاني في العاصمة بغداد. نشاهد هذا المقطع. Thank you.
كأننا في حرب، في معركة، متظاهرات سلمية طالعة مطالبة بحقوقها. معنا اتصال أركان من بلجيكا، تفضل أركان. أركان تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أركان من بلجيكا. طبعا المضحك هنا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أصدر بيان جديد طالب فيه المتظاهرين بالتواصل هاتفيا عبر خطوط ساخنة كما جاء في البيان، وطالبهم بمعرفة مطالبهم المشروعة. بيان مكتب عبد المهدي قال بأنه يتابع الاتصالات المستمرة بممثلي المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة. سيدي وقف الرصاص وضرب المتظاهرين، عود بعدين يعني يلقى لك هاي الحجة. يقول وصولا إلى ما يلبي تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم، وقد تم تحديد الأرقام التالية. وضعوا أرقام، ثلاث أرقام، وكاتبين واحد من عندهم هذا اتصال عليه مجاني. أمر مضحك. معنا اتصال من بغداد، هارون، تفضل هارون. تحياتي أستاذ عمر، حياك الله يا أهلا بيك. يعني رغم التقييم اللي حكومة أقامته، نعم، قطع الأنترنت، حظر التجوال، هذا يعطي دليل على أن الحكومة تقوم بمجازر بحق المتظاهرين. راح أقول لك شيء قبل قليل حدث، نعم، أقسم بالله الكريم، مجزرة بكل معنى الكلمة في ساحة الطيران. الحصيلة الأولية 6 شهداء وعشرات الجرحى، لا مستشفى الشيخ زايد قدر يلمهم الجرحى، وبحيث مركز صحة الرصافة يستغيث حوله نقص أكياس الدم وعدم استيعاب العدد الكبير من الجرحى. هذا قبل نصف ساعة من الآن حدث في ساحة الطيران. أقسم بالله الكريم، نعم، خلي يشوفون العالم المتظاهرين المفروض عليهم لن يتنازلوا عن مطلب واحد، وهو مجلس عسكري يقود البلاد ويكمس العملية السياسية قاطبة، لأن الوجوه ده تتغير من واحد الواحد يطيها، وهم يتناقضون بالمناصب. مجلس عسكري يقوده عسكر شرفاء يقودون البلد، هذا مطلب رئيسي ووحيد، غير المطالب الخدمات كلها تندب على الصفحة. العالم ده تقتل، ومجزرة بحق المتظاهرين، أقسم برب العالمين، في ساحة الطيران قبل نصف ساعة. تحياتي إليك. حياك هارون من بغداد. بالفعل طبعا قبل قليل يعني ورد عاجل على شاشة الرافدين أكد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الطيران. أبو نبال من كربلاء، تفضل أبو نبال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نحييكم ونحيي جهاتكم ووقفتكم ويا الأبطال الأحرار الشباب، حياك الأحرار اللي بيضوا وجه بغداد. هذا أقل الواجب، تفضل أخي. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. أقول لأخواننا وأحبابنا وشبابنا اللي فرحوا قلوبنا بثورتهم هذه وانتفاضتهم هذه المجيدة الحرة التي أفرحوا وأخذوا ضيم الفقراء وضيم كل طفل ضاع في مخيمات اللجوء، وكل حرة أضيمت بمخيمات النازحين وهجرت. أحب أقول للأخواننا ولأحبابنا وشبابنا الأبطال اللي هم حاليا الفصائل الإيرانية تطعن بثورتهم النظيفة الرائعة هذه، نعم، واحد منهم ما يسمي نفسه دكتور حسن سلمان قبل قليل على قناة آتي الروسية يطعن بهذه الثورة، هذه الانتفاضة النظيفة، يقول المتظاهرين رفعوا العلم، حرقوا العلم الإيراني ورفعوا العلم السعودي. هذا اللي اسمه دكتور حسن سلمان هو عضو في حزب الدعوة ويستلم مرتب شهريا 50 مليون وهو جالس في بيروت، متمتع في بيروت ويستلم منافع اجتماعية يسموها. نعم. هذا لا ألا يعلم، هو يعلم جيد أنه هذا الشباب خرج من الجوع ومن الظلم. وأحب أقول له من خلالكم
ويخلي يسمعني هذا الدكتور اسمه حسن سلمان اللي من أضحى حزب الدعوة. أقول له هذه الشريفة التي جادت بما تملك لأطفالها من بيع الكلينس توزع خيرة لمن توزع إلى الجرحى المتظاهرين. غيرة هذه تشرفك وتشرف من وراءك. وهذه الشريفة الحرة التي قدر ما تملك من قطع السمون وتساند به المتظاهرين. نعم. تراب أحذية هذه المرأتين تساوي مئات من أمثال الدكتور حسن سلمان الذي عضو من حزب الدعوة ومنتفع هو وعائلته وأولاده والكثير منه. مثلا نعم. ما معنى القنصل العام في إيران بتهادي بنت هادي العامري اللي أيضا هادي العامري يطعن بالمتظاهرين الذي جادوا بدمائهم وطرزوه على فستان العروسة بغداد بدمائهم. نعم، أنا أشكرك أبو نبال من كربلاء كان معنا. أركان من بلجيكا يعاود الاتصال، تفضل أركان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. يا هلا. أنا طبعا أحب أضيف على الأخ اللي ذكر اسم هذا الشخص المشهور الفاسد، حاله وحال الفاسدين الموجودين حسن سلمان، هو معروف من هو ومن يكون ولمن يتبع. ولكن أن هذه التظاهرات الآن هي ليست تابعة لجهة معينة، وإنما هي عفوية وخرجت، يعني لم يقودها أحد، وليست تنظيمية وليست منظمة. وأنا أدعو من خلال منبركم أن يخرج شخص نزيه شريف له ثقة عند الناس أن يقود هذه المظاهرات وينظمها. وبالأخص أخص بالذكر، يعني إذا سمحت لي، يعني إذا تتفق معي أم لا تتفق معي، أن الشرارة التي خرجت بها هذه المظاهرات عفوا هي شرارة إقالة أو نقل الفريق عبد الوهاب الساعد. وأنا أدعوه أن ينزل إلى الشارع ويقود هذه المظاهرات وينظمها أمام هذه الميليشيات الطائفية الإجرامية المدفوعة من إيران أمثال حركة النجباء وأمثال سرايا الخرساني وأمثال عصائب أهل الحق وأمثال المجرم الخطير المطلوب دوليا وهو أبي مهدي المهندس المعروف عنه في قطعه للطائرات 84 ومحاولة أو تفجير سفارتين فرنسا والولايات المتحدة في الكويت عام 83. فهذا المجرم هو أخطر شخصية. والآن المعلومات أنبهاني جميع الإخوة المواطنين بما فيهم الأشراف الذين يعني يسافرون عن طريق مطار بغداد، وصلتني معلومات أنه يسيطر على جزء كبير، ومع حزب اللات يسيطر على جزء كبير من مطار بغداد للتحقيق واعتقال من يحبون اعتقالهم. نعم. الذي يعارض أو لا يمشي مع منهجهم، وهو اسمه الحقيقي جمال إبراهيم، وجمعوا 67 ميليشيا، جمعت هذه 67 ميليشيا. نعم. وسميت بالحشد الشعبي لإبادة الشرفاء من الشعب العراقي كافة من شماله إلى جنوبه، وقننت باسم هذا التقنين. نعم. الحشد الشعبي لإيهام الناس أو العالم الخارجي أنه ليس هناك ميليشيا خارج عن القانون، هذه مقننة، وهذا هو الزيف من كان. أنا أشكرك وأعتذر على المقاطعة لأن في اتصالات والله كثيرة من داخل العراق. حسين من صلاح الدين، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وياك حسين نديم من محافظة صلاح الدين. حياك الله، يا أهلا بك، تفضل. أنا أستاذ العزيز أشكركم إن شاء الله، وأنتم ما قصرتوا بالصحافة مالتكم.
الله يسلمك، تفضل. فاحنا من يعني المتظاهرين طالعين، يعني ليش هسه لاعب قائد لاعب موحد وطالبوا مقتدى الصدر وطالبوا قائد لهم ما حصل على مقتدى ولا غيره؟ ليش بوقت الشده والقتال والهاي ليش المرجعيه قالت اولا لازم يعني طلبت من الشباب كلها تصعد للقتال يعني بس بوقت هاي؟ نعم. ونطالب يعني ليش المقتدى الصدر ليش المرجعيه ما حكت لحد الان ساكت والشباب انقتلت والشباب اتصابت لحد الان فوق الالف ونص تقريبا بالمستشفيات المستشفيات كانت ما تاخذ. نعم. اي فليش يعني ليش هيك؟ يعني ما تخافون من الله؟ يعني المرجعيه وين؟ يعني هسه الحكومه فاسده، الحكومه كلها فاسده. خوش يعني المتظاهرين هسه من جهه تنقتل الشاب من يرجع له مقتول، اهله شو يقولون عليه؟ يعني هسه مثلا القوات الامنيه مكافحه الشغب، يعني انتم ليش؟ يعني جاي تقاتلون عقاب جاي تقاتلون داعش لو قاتلوا من يعني جاي ترموا عليهم هيك رمي رصاص حي، لماذا ليش؟ ليش؟ نعم. نطالب من رئيس الوزراء انه يستقال احسن لان هاي الشغله ما تقف، ان شاء الله ما تقف الا يستقال هو، وان شاء الله طالع من الحكم، شكو واحد فاسد هو والفاسدين مالته. خوش فخليه يطلع احسن له، ان شاء الله يسمع صوتنا هسه هو. نعم. ولعنه الله لعنه الله على الحكومه باجمعها ان شاء الله ان شاء الله طالعين. نعم. حسين صلاح الدين اني اشكرك اخي، معنا اتصال محمد من واسط. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أخي بخصوص المظاهرات اللي بواسط. نعم. مظاهرات يعني هسه صار يومين محطمين الشارع، لا هم يعني ليش خايفين؟ ندري ليش خايفين؟ مو اكو ضرب من القوات الحكومية عليهم؟ اكو ضرب واكو شهداء واكو يعني محطمين الشارع العراقي صار يومين يعني هي كتكوت صغيرة. نعم. يعني شهداء وجرحى وما كنت تغطية إعلامية، إنترنت لا أكو، اتصالات لا أكو. نعم. إحنا منتظرين الكلمة من المرجعية، الفصل هي باكر الكلمة 12 الظهر ولا صلاة الظهر. نعم. يا هاي صارنا 16 سنة إحنا ننتظر إحنا نريد كلمتنا. لا المرة الشارع ما حد يقوده لا أحزاب ولا يعني نعم. قادة. هي الناس طلعت وحدها بدون يعني بدون أحزاب وبدون أي فتوى، طلعت الناس من الظهر. من الظلم الناس ما تتمكن يعني قوت يوم هاي ما تقدر. نعم. وانا اشكر قناه الرافدين. انا اشكرك، الله يحفظكم ان شاء الله. محمد من واسط كان معنا. محمد من تركيا، تفضل محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني شو مصطفى؟ اهلا بك، الله يسلمك، تفضل. اخي انا من تركيا. نعم. هسه حاليا تركيا هم طالعين متظاهرات. نعم. متظاهرات سلميه وبكل المحافظات التركيه. العراقيين كل محافظات تركيا زين تضامنا ويا الشباب العراقيين وزين والحمد لله وشكر وان شاء الله نقول منتصرين على الحكومه الناس ملت يعني ملت من هذا الشيء يعني ملت والله تعبت العالم تعبت زين حتى احنا ملينا من الغربه هذا تعبنا والله تعبنا هنا الاف الاف هنا في تركيا العالم شنو ذنبها شنو ذنبها زين كلهم جايين ما ادري منين عملاء ما ادري منين جايين لازمين العراق مبيوع والله مبيوع العراق زين ان شاء الله الرجعه باذن الله تعالى الرجعه العراق نعم ان شاء الله ان شاء الله يرجع ويعود لاهله انا اشكرك اخي محمد من تركيا ابو عبد الله من بغداد تفضل ابو عبد الله السلام عليكم اخوي وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك يعني انا بس اريد اسال سؤال للشعب العراقي نعم الجيش وين وقف وياه مو الشعب نعم الحشد منين الشكل مو من الشعب يعني انا اشوف لك ماكو ان شاء الله طائفيه بس انا اقول لك يعني انا ان شاء الله يعني سني بس يعني اقول شيء واحد للشعب الجيش والشرطه هسه موقفهم شنو من هذا الوضع؟ هي اكو قوات دعا تضرب المتظاهرين هسه قبل شويه مفوضيه حقوق الانسان يقول لك اكثر من 31 شخص انقتلوا ابطال انا احكي وياك مهندس نعم. صار لي 13 سنة بدون عمل شغل أعمال حرة نعم يعني هم دول هسه الحكومة يعني من عادل عبد المهدي وانت راجع المالكي العبادي شنو اللي اتخذوه البلد بعد حملة الشهادات يطيحون حظهم بالشوارع ويفتحون عليهم قراطيم المياه
وهاي الحرة العراقية ينسوها ربطتها قدام يصبنا فرجة في العالم. احنا يعني شنو الحل؟ شنو هذا هسه انتم طلعتوا صوت قبالنا؟ يعني ما اعرف شنو اللي اتخذه، شنو اللي سواه جيش من المهندسين عاطل والمدرسين والمعلمين، وتخيل حتى الموازين قلبوها بهالبلد. يعني مخلص هو سادس اعدادي معدله بالتسعينات يخلوه يروح مع الطبي في سبيل انه يتعين؟ يعني احنا وين عايشين؟ بيا وقت بيا عصر دمروا العالم، الله يدمرهم ان شاء الله. والله اعصاب ما ظلت عندنا، بس ان شاء الله رب العالمين نقول هي بدت وما راح تخلص ان شاء الله. مستوعد الشباب العراقي ان شاء الله يكون بعيونهم ان شاء الله، ويكون سعدهم بالشوارع وما لهم مكان بالعراق ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أشكرك أبو عبد الله من بغداد كان معنا. محمد من كربلاء، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بارك الله بكم على الجهود اللي تبذلوها أنتم وطنيين خالصين، نسأل الله أن يحفظكم. العفو، هذا محمد وآلي محمد. أخي العزيز وكلاء المرجعية في العراق كلهم خونة وكلهم يعرفون الفساد وكلهم يعرفون الناس وكلهم مستفادين، كلهم عندهم صفقات. الله وكيلك محمد كفيلك. انا ادعو الحشد الشعبي والقوات الامنيه ان تتكاتف مع الشعب، هذا الشعب المظلوم، وادعو عبد الوهاب الساعدي لينزل الى الشارع ويقود هذه المظاهره، لان الان دماء تسيل العظائم وراء ايران. الله ينتقم من ايران ويخلصنا من ايران. محمد وال محمد. نعم. محمد من كربلاء كان معنا. طبعا نشاهد العواجل على قناة الرافدين، آخر المستجدات للتظاهرات في بغداد وفي المدن العراقية. أبو محمد، أبو علي من المثنى، تفضل أبو علي. أبو علي تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياتي لك ولكادر القناة. حياك الله يا أهلا بك استاذ عمر. خلينا اقول لك، هذولي اول ما اجوا انغرت بهم الناس، بعض الناس. انا شخصيا من البدايه كنت اعرف ذولا ما راح يرحمون الشعب العراقي. وكنت اعرف ان ذولا ناس ولا هم الخارج، وكنت اعرف انهم ناس مجرمين ما عندهم ولا العراق ولا شيء بالعراق. انا شخصيا بس بعض الناس انغرت بهم. هسه بالوقت الحالي 90% من الناس ضدهم، بس ما تقدر تحكي. خلينا اقول لك، ومن زمان مو الوقت، يعني هسه هذه فرصة، هذه الثورة فرصة. 90% من الناس، يبقى 10%. هذول الناس اللي مستفادين منهم برواتب، اللي يتقاضى راتبين وثلاثة وأربعة من رفعه وانت حاط ايدك، هذول بس ناس راضين عليهم جماعتهم بس، ولا باقي الشعب صدقني مظلوم وما راضي لا بيهم ولا اللي الناس الدول اللي تابعة وراهم أصلا ما يريد. لكن الناس عمي ما تقدر تشتي. من الصبح يقتلوا، من الصبح يقتلوا. أبو علي، أبو علي، إذا شوف الشاشة هسه بالعاجل قتلى وجرحى من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية في منطقة حي العامل ببغداد. يعني استخدام هذا العنف وقتل المتظاهرين السلميين من قبل الحكومة، شو تفسره؟ أفسره يعني يخربون الناس. هذا رهاب بحالاته. يعني هو رهاب الحكومة. هذا شنو الفرق بينه وبين داعش؟ يعني داعش تقتل وتذبح، وهذول صاروا يقتلون يذبحون يريدون يرغبون الشباب حتى يبطلون. هذه الثورة والله العظيم بعون الله، الثورة هذه ما تنتهي. والشعب المرة والشباب بعون الله، ما راح يوقفون دوم. زين قسم بالله العظيم بعون الله، لأن هذا العراق الحوبة، والشعب العراقي كان يحوبة ويشور والله ما دام أهل البيت فيه. صدقني قسم بالله يا أستاذ عمر، الشعب العراقي يشور ويوم يوم ونهايتهم إن شاء الله بعون الله. بس الله إن شاء الله يرحمنا برحمته، وأتمنى من إخواني هسه اللي موجودين نعم يتحملون إلى هذه الثورة. ترى ماكو شيء يراد دم، يراد التضحية. هذا هو الدم والتضحية. بدون هذا الشيء ما نوصل لنتيجة، ولا نقدر نحكم بلدنا اللي قاعد تحكم به كثير من الدول هسه، مو بس دولة دولتين، كل الدول جاهدة تطاول. العراق الأبي، العراق العظيم. العراق اللي احنا حميناه بالسابق بدمانة حمينا وحافظ عليها. أنا كنت جندي، ما أقول لك كنت جندي السابق، ونجرح ثلاث مرات دبان العراق، حتى ما أتقاضى من الدولة ولا فلس. نعم. وبره
شغل لك خونة عمالة شرب قتلة وقطاعين طرف يجون يحكمون البلد ويقولون احنا انسانيين ويسنترون بالدين والمذهب ويضحكون على الناس وينفسون عمالين بالعراق وبالخارج. نعم. ينزلون الإمامة وقل للمتظاهرين ما عليكم لا إمامة ولا سيد يجيكم ويفتي عليكم، ما لكم علاقة، انتم اتكلوا على الله بس الواحد الأحد وياكم الله وأهل البيت إن شاء الله عقوبتهم عند الله وياكم ورزقكم. نعم. أنا أشكرك أبو علي من المثنى كان معنا. حيدر من بغداد، تفضل حيدر. تفضل حيدر. السلام عليكم، تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يعني هاي الوضعية الحكومة ما أعرف شو يعني، يعني متظاهرين طالعين على مود أبسط شوي. نعم. يعني الرد بالساحات هاي يعني تعبونا إلى درجة. والله العظيم حتى الناس قطعوا. حيدر حيدر تسمعني؟ حيدر انقطع الاتصال مع حيدر من بغداد. معنا ابو نور من النجف، تفضل ابو نور. السلام عليك يا اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي استاذ عمر، انا شاهد عياني في مناطق التظاهرات في ساحه ثوره العشرين، مجسرات ثوره العشرين في النجف يوم امس واليوم. يوم امس نزلوا شباب للتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المسلوبة، مطالبة بحقوقهم، هذا ما نص عليه الدستور العراقي بالمادة 38 حق التظاهر السلمي. نزلولهم قوات الشغب بالمي الحار وكذلك بالهراوات والقناطر الصوتية والرصاص الحي، وأنا شاهد عيان. أما تظاهر اليوم هو مجموعة من الشباب اللي تنظموا، من ضمنهم أطباء ومن ضمنهم مهندسين وكلهم شباب، يعني شباب مثقفين واعيين للوسط النجفي في ساحات ثورة العشرين وشارع الكوفة. نزلت لهم العصائب نزلت لهم الميليشيا التابعة لقيس الفزعلي، الميليشيا الإيرانية نزلت لهم، حملهم مجموع يعني جمع غفير منهم سياراتهم الخاصة بهم واعتقلوهم، كذلك وفرقوهم وقطعوا جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك قطعوا الطرق، أعلنوا حالة طوارئ، أعلنوا عدم أعلنوا تمام أنه أي شخص ما يمشي بالمنطقة. هذا احنا نوجه رسالة من خلال قناتكم للعالم كلها، هذه الأشخاص الآن يطالبون بحقوق عراقية من تدخل أجانب وأشخاص إيرانيين في وسط العراق في عاصمة الثقافة الإسلامية هي النجف، من منطقة المرجعية على المرجعية يوم غد أن تقول كلمتها، كون أن الشعب أمانة في أعناقهم. كثير من الأشخاص المسلوسين والإيرانيين اتهموا المظاهرات السلمية والأشخاص العزل بالبعثين. أنا أسألك بالله أستاذ عمر، الشخص اللي طالع عمره 16 سنة و17 سنة ولا حق على البعث؟ بالضبط، ولا حق على البعض. اثنين، احنا من واقع، انا بعيد عن الطائفة ولكن نحن من واقع النجف. النجف. نعم. النجف معروفة منطقة شيعية، قلب الشيعة في العالم. هذه منها بعثية ومنها مندسين ومنها مخربين. البارحة انا شاهد عيان دخلت الاحزاب المندسة حرقت بعض المقرات حتى تفعل تحول فتنة بين المتظاهرين السلم حتى توجه انتقادات، واحنا نعرفهم وناس متروسين دخلوا في وسط المتظاهرين. يعني ميليشيات حرقت مباني؟ البارحة العصائب حرقت سيارة الحكمة وحرقت حزب الدعوة. العصائب واشخاص مشخصين ومعروفين. نعم. واتهموا المتظاهرين السلم الطبقة المثقفة والبسيطة والواعية المطالبة بالحقوق المسلوبة، حقوقنا يا أخي، إحنا نطالب بحقوقنا، إحنا ما نطالبين بحقوق شخص آخر من سليمان بقواته من إيران يقتحمنا. البارحة في مطار النجف إجت طائرات تحمل إيرانيين حتى شارك في بقمع المتظاهرين، وأنا عندي معلومات دقيقة وسرية كانوا قريب من الحادث جدا. فإحنا بأمننا باكر بالمرجعية تقول كلمتها، أمننا بالسيد مقتدى الصدر كون إلى الجمهور حريق يظهر هسه وقت الشدة. هاي كان يصيح إصلاحية ومليونية ويطلع يقطع الشوارع. زين أبو نور، أنت يعني من خلال التجارب السابقة ما تشوف مثلا التيارات الدينية أو السياسية اللي ركبت موجة التظاهرات أضرت بالتظاهرات السابقة، فليش ما تبقى تظاهرات تمثل كل العراقيين بعيدة عن كل تيار وكل حزب مشارك بالعملية السياسية؟ مو أحسن هذه المظاهرات السابقة؟
نعم. هذه المظاهرات السابقة، أنا هم رجل ماجستير في العلوم السياسية. نعم. المظاهرات السابقة كانت تطلع هي استعراض حزبي، تطونا مطالبنا، ترى احنا عددنا هالقد، قوتنا هالقد. نعم. لو لا، ولهذا السبب ما حد يحتج عليهم، بالعكس يكربون ويسلعبون ويقطعون الطرق ويعطلون الحياة. الآن طلعت شباب واعية، انتفاض بدماء الأبرياء، انتفاض للحقوق المسلوبة، انتفاض للقادة، على أساس قائد يشارك بالقوات والمعارك. أسألك استاذ سؤال، الانتخابات، الانتخابات احنا انتخبنا، الانتخاب حتى شخص يمثلني أم لا؟ أنت تنتخب شخص يمثلك أم لا؟ من تنتخب؟ مو تنتخب شخص يمثلك؟ عادل عبد المهدي ما منتخب. نعم. إذن عادل عبد المهدي وده مو شرعي أساسا. هو من العام 2003 ولغاية الآن لا منصب رئيس الجمهورية ولا البرلمان ولا رئيس الوزراء ينتخب مباشرة من قبل إذن الشعب. إذن الحكومة مو شرعية، بس من المكيف بالواقع كيف أمريكا وإيران؟ إيران الآن تصدرنا الموت وتصدرنا المواد الغذائية الفاسدة وتأخذ عملتنا وتصدرنا الأموال المزورة وتزج في الشارع، وأمريكا يعني كيف على هاي اللعبة حتى تبقى متواجدة في المنطقة والضحية الشعب العراقي. نعم. علينا أن نتفق سنة وشيعة وكرد وعرب، أن نفهم منو عدونا. يا إخوان إحنا مو عداء، إحنا أخوة، إحنا متحابين، إحنا من بلد واحد، هذا الأرض إلها علينا حق، هذه الأرض أمنا، وما أكو أعز من الأم، فالأم فالأرض أمنا. يا إخوان ننتفض، قطعوا التواصل الاجتماعي، قنواتكم مستمرة، تطمع واحد للمتظاهرين في كل المكانات، حتى لا تكمم أفواه الناطقة بالحق، لا تكمم. ونحن مع المتظاهرين ومع العراقيين دوما وأبدا. أنا أشكرك أبو نور من النجف. أم مصطفى من بغداد، فضل يا أم مصطفى. أم مصطفى تسمعيني؟ أم مصطفى، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أم مصطفى من بغداد. نعم، علي من المحمودية، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. غاد حبيبي، على المتظاهرات. نعم، بس نصل التلفزيون للأخير. علاوي، نصل التلفزيون للأخير، الله يخليك. ماشي ماشي حبيبي، عيني قلبه على التظاهرات. يعني ليش ما واحد يلزمها؟ ليش ما يعني واحد يلزمها؟ ليش هي شكلها؟ نعم، ليش كذا طالع انتظار؟ ليش ماكو واحد يعني يلزمها؟ ليش ناس تكسل ناس؟ يعني منو تقصد يدعمها مثلا؟ يعني مثلا اي واحد. يعني هسه باكر جمعة، عندك باكر جمعة ها، باكر شو راح يصير باكر؟ نعم زين، باكر ظن ناس تاكل بناس زين، جمعه وتظاهرين كله تطلع. نعم، يعني يصير حل هذا لو شنو؟ والله يا علاوي الناس طالعه تظاهرات ومثل ما شفت من كل اطياف الشعب العراقي، ومن يركبها واحد سياسي لو واحد معمم راح تخرب. اي لا عاد شلون استاذي يعني؟ نعم. باكر الجمعه باكر الناس راح ناس تاكل بناس. نعم. ودول جيش وجنود وجنود. المشكله ابو حسين هي هاي المشكله، الناس طلعت تظاهرات سلميه زين، انت من تجي تضربهم بكل هاي القوه كانك داخل حرب مع دوله ثانيه زين، وهم طلعوا تظاهرات سلميه خليهم يتظاهرون، انت ليش تضربهم بالحديد والنار؟ يعني وصل عدد القتلى 31 اليوم واكثر من 1000 جريح. نعم. هذا يحرق القلب، هذا ايش حرقان قلب زين. نعم والله كريم ونعم بالله. انا اشكرك علي من المحموديه، كان معنا اتصال اخر. عدي من تركيا، تفضل عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. انا عدي شمر من بغداد. نعم. عظميه بس شكل التركية حياك الله، تعرفوا من الحكومه الخايشه تهجونا وناس. نعم. هواية تركيا متهجولة. نعم. أنا أقول أنصح المتظاهرين. نعم. أبد لا تأخذون من دولة أهل التيارات أهل العمايم، دولة كلهم كذابين كلهم حرامية أقسم بالله زين. العراق ترى بايعي ومشتريتها إيران زين، وقاعد يلعبون بيه شاطي باطي. أنصحهم لا يتراجعون زين، والله معهم والله ناصر الله بإذن الله عز وجل خلصانة منتهية زين. والله العظيم
يدق راس براس، وثلاث ارباعهم انهزموا ومن البرلمان اجوا هنا بتركيا. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، هم وعوائلهم جابوهم انهزموا وعشان خافوا عليهم وجابوهم هنا. جه تقول ان الله لعن المتظاهرين بعد ايش يصير بيهم هناك؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، ما عندي غير شيء اقول هذا. أنا أشكرك عدي من تركيا كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها أبو عمار يقول السلام عليكم أستاذ عمر، يقول الأبطال المتظاهرين يطالبون عبد المهدي بالتنحي هو وحكومته وتسليم أنفسهم إلى المحاكمة لإجرامهم وسرقاتهم لخزينة الدولة وتشكيل حكومة عسكرية لمحاسبة جميع الحكومات والأحزاب التي جاءت مع المحتل. يقول إن شاء الله يوم غد آخر يوم لكم في الحكم، عاش الشعب العراقي الغيور. نعم معنا اتصال ابو عمار من بغداد، تفضل ابو عمار. العفو بس استاذ عمر تكتب يعني غداك فيها المفروض. تفضل انا وياك على الهواء معاك عمر، تفضل ابو عمار بس نصي التلفزيون نصي التلفزيون للاخير واحكي على راحتك. يا هلا بك حبيبي استاذ عمر. نعم انا عندي انا عمري كبير. نعم الله يحفظك الصحه والعافيه. انا عندي حكي يعني والله العظيم نجمع الحكي كله مال عذاب العراق كله بقلبي. نعم الله يعينك ويعين العراقيين ويعيننا. نعم اول شيء قطعه الانترنت. نعم الله يقدر قلبك، وقطعه الاتصالات نصها، وقطعه حتى علينا المي والكهرباء، يعني بهدلوا الشعب. انا عندي كلام اريد اوجهه للحكومه. الحكومه والله والله وانا يمكن هسه اليوم اموت او باكر، الحكومه جاي تأذي الشعب، تريد تقتله تنهيه، لان ماكو يعني حكومه بالعالم تأذي شعبها بهالشكل هذا. وشوف هم مفتاح هاي الشغله، يعني انت بمحرم جو الكربلاء شيلوا كل البيوت المتجاوزه، جو بعض المناطق شيل. ليش؟ هم رادوا يهججون الناس، رادوا يهججون الشعب، وانا متاكد عندهم فت قضيه في هذا الموضوع، او إبادة الشعب العراقي، أو حتى يغطون على الأشياء. أنا طبعا يمكن يخلص الرصيد ما أعرف. نعم معك هنا أخي عمر. يا ابني أنا عندي كلام كل شوار، يا ريت خلوا رقمكم يمي حتى من على، لأن ماكو حتى القنوات بدأت تحكي. نعم حتى القنوات لسموها. نعم زين، إذا أغلب القنوات بالعراق هي تابعة الأحزاب وبرلمانيين وسياسيين ما تفيدهم يعني على التظاهرات، كذا بس هم فتتوهم يجوز حتى بالقوة احتمال. نعم فاللي أطلباني أستاذ أمر يعني باقي القنوات يتصلون بالناس الشريفة يعني. نعم. أتمنى. نعم إن شاء الله. أنا أشكرك أبو عمار من بغداد كان معنا. محمد من كربلاء تفضل. محمد حبيبي حبيبي أستاذ عمر أرجل معذرة انقطع قبل شوية بلازم فضل. عليك أنا ما كملت حديثي، جزاك الله خير الجزاء، الله يحفظك ويحفظ عائلتك على هالبرنامج. الله يسلمك. انت وطني طيب. العفو هذا اقل الواجب. نعم يسأل الله ان يحفظكم لحق محمد وال محمد. استاذ عمر انا عندي صراحه المداخله. نعم. الحشد الشعبي انضم الى الاحزاب، كان حشد شعبي والان صار مع الاحزاب، ولا يحرك ساكنا ولا يتظاهر مع المتظاهرين ولا ينقل الجرحى ولا أرض. ما اعرف شنو هذا السكوت من عندهم ما اعرف. هاي وحده. وحده الثانيه سيد مختار الصدر، انت فزت يعني فزت بالانتخابات وخذت عبد المهدي، عرفت عليه؟ ما تطلع هسه انت وجماعتك هم يسووا مو عيب شعبكم هذا. ابوك وقف في احتاطه، هي وقف في احتاطه، هي ليش خذلت الشعب ما تطلع من المظاهرات؟ ليش؟ مع الاسف والله العظيم نرجو من الخيرين والقاده والشرفاء ان يقفوا مع المتظاهرين، لان هذا مصير شعب، مصير اولادنا، مصير اطفالنا. لا تعليم، لا صحه، لا امان، لا راحه، محامين وين نروح معالين؟ عمر وصل بلغ السيد الزبا. نعم نطلب من الحشد الشعبي ونطلب من مختار الصدر ان يتحرك هو وجماعته. عنده 5 ملايين ليش طموا رؤوسهم؟ ليش من وسط هذا؟ مع كل الاسف والله. نعم نسال الله ان يحفظكم. انا ما اقدر احكي شويه منهار جدا. الله يعينك. نعم الله يعينك. انا اشكرك محمد من كربلاء كان معنا. ابو ياسر من بغداد تفضل. ابو ياسر ابو ياسر وياك. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ عمر شلونك حبيبي؟ يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك استاذ عمر. انا احد الناشطين المشاركين في التظاهرات الزعفرانيه اللي للاسف ما تغطيه شوفها مو تغطيه متكامله. نعم تفضل. اولا الاجهزه الامنيه اجهزه اليوم في الزعفران اجهزه كثيفه جدا، واشتغل الرمي علينا من الساعه 8 الصبح لحد 8 مساء. ها بالزعفرانيه؟ بالزعفرانيه انطينا 4 شهداء و18 جريح. نعم. والمعتقلين 41 واحد، هاي شغله المعتقلين للاسف الاعلام ما مركز عليه. نعم. هذا جانب. الجانب الثاني، من يعول على سيد مقتدى او المرجعيه فهو واهم. نعم. لان سيد مقتدى يمثل نصف الحكومه. فما اتصور اكو عاقل يطلع يعني يطلع على نفسه. بالضبط، هم مشاركين يعني بالعمليه السياسيه. هو نصف العمليه نعم. السياسيه. هو المتظاهر طالع ضد العمليه السياسيه. انا ما اجي اطالب واحد مشارك بالعمليه السياسيه اقول له تعال اقف وياي. بالفعل. نعم التظاهرة ما يمثلها أي شخص، لا حزبي ولا سياسي ولا اجتماعي، يمثلها الأبطال اللي خرجوا يطالبون تغيير شامل للعملية البائسة 16 سنة من الجوع والحرمان والظلم والقل والتهجير. نعم. يكفي كافي عاد. الجانب الأهم اللي نوجهه للقوات الأمنية، إحنا شعب عراقي. نعم. عانات من أجل جوع ومن أجل ظلم. فعلى رسالتنا للقوات الأمنية، خلي يشوفون إنه هذا الشعب هو جزء من يمهم، جزء من معاناتهم. لا تغرهم الرواتب. ترى كثير من مؤسسات الدولة قطعوا عنهم الرواتب، من وزارة الصناعة 19 وغير. نعم. نعم أبو ياسر، أنا أشكرك أبو ياسر من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب من لندن تقول ربي ينصر كل عراقي شريف وغيور على بلده، ربي خلصنا منهم ومن ظلمهم ويرحم شهدائنا إن شاء الله، دماءهم ما تروح هدر. تقول حكومة إيرانية عميلة نخلص منهم، وهذه ثورة أحفاد الحسين. نعم نعم، معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم، كيف حالك استاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا ابو فيصل. تحيه لك. ابو فيصل ذاك الاسبوع سالتني قلت لي وين الشعب؟ وين شعب العراق؟ هاي والله دشوف. والله نعم الشعب العراقي، والله نعمة حالك. صحيح كلامك، صحيح والله. نعم. اللي عنده شعب من الشعب العراقي لا يخاف، سوف ينعم هذا الشعب، صحيح. نعم. والله يا استاذ عمر، ونحييه كله ونرحم الله شهدائه وكل محافظات العراق، واثبت العراقيين انهم واحد، يد واحده وقلب واحد. كل محافظات العراق تحرك، كل قدم التضحيات. اسمع والله محافظات، والليله اسمع اخبار في المناطق الجنوبيه، النجف يسيطرون المواطنين، ونطلب منها تشكيل لجنه نضم صوتنا وصوت المتكلم هارون من بغداد بتشكيل حكومه عسكريه تقود البلاد من ضباط الشرفاء اللي يعرفونهم العراقيين الوطنيين، بدرجه 16 سنه من الاجرام. وهذه الحكومه لا تعرف الشعب العراقي، هي تستخدم تحصن الشعب العراقي دليل. الشعب العراقي هو جمجمه العرب، سوف ينهض هذا الشعب، تغير الشعب العراقي بكل اطيافه. نعم. انا اشكرك ابو فيصل من السعوديه، معنا اتصال ابو احمد من ديالى، تفضل ابو احمد. السلام عليكم اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه خاصه لك وكل من يسمعنا ان شاء الله بالعراق وخارج العراق ان شاء الله. حياك الله يا اهلا بك. والى قناتكم البطله ان شاء الله. الله يسلمك، تفضل اخوي. لانه انتم يعني تعاينون وتشادون على المتظاهرين ان شاء الله. نعم هذا واجبنا. احنا ما رايدين غير انه ننعم بالخير اللي موجود بالعراق. نعم. ما رايدين غير هذا الشيء، ما رايدين تحقيق مطالب، لا رايدين فلل، لا رايدين بيوت، لا رايدين سيارات، لا رايدين زيادة رواتب، لا رايدين غير شيء، احنا رايدين حقنا وبس. نعم. فقط. حق المطالبين، الشعب العراقي اليوم يعني عايش تعبان تعبان تعبان، خط الفقر تعبان، الناس تعبانه، الناس يعني ما اقول لك اليوم طلعنا احنا كنا ظاهرنا
من أجل شغلة واحدة، أنه استتباب الأمن الموجود. نعم. أريد دواء كافي للمرضى الموجودين في الأرض يرقدون بالمزايات. نعم. يا أخي ما رايدين غير شيء، إحنا ما رايدين يجيبوننا سيارات إنا، لا رايدين. نعم. أمان، رايدين دواء، رايدين غذاء. نعم. هذا اللي رايدين إحنا. نعم. أنا أشكرك، أنا أشكرك أبو أحمد من ديالى. معنا اتصال محمد من بغداد، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بس مناشدة صغيرة، يعني أريد الناشد، مجتمعات المنظمات المدنية، حقوق الإنسان، الناشد الدول، الناشد العالم، يعني خريج يطلع يظاهر يرشون عليه ما يحار. زين هذا الخريج هم مندس، طلعت العالم يطالب حقوقه، صحه ومندس تحكي قالوا هذا بعد. يعني احنا الناشد ما تريد الناشد أخي العزيز، نريد يعني نريد نحط صورة حل، نريد صورة حل. هساني لحت وياك أنا شاب خريج إعدادية، والله نعم. وكيلك أشتغل عمالي يوميتي 15,000 دينار. نعم. وعندي عائلة، زين أنا شهادتي وتخرجت علماً علي من أنا تخرجت. نعم. ودرستي، يعني أنا أنظر للمهندس، أنظر للدكتور، أنظر يرشون علي مي حار وهذا شهادة علي. زين أنا شنو يعني النظرة للمستقبل شنو؟ نعم. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ونعم بالله، يعني بس ربك اللي يخلصنا من هالملة. ونعم بالله. أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي سلطنا الضوء فيها على اليوم الثالث لتظاهرات انتفاضة تشرين في بغداد وفي المحافظات العراقية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.